مساء الخير، حعمل معاكم فج الشوكولاتة بالعسل اللي هو فج ثورنتوس. عندي هنا كوب ونص من الدقيق، حخلطه مع نص كوب من السكر البني. تقدر تستخدم السكر الأبيض كمان عادي، بس الأفضل بني، مع أصبع زبدة. حخلطهم سوا وأفردهم في صينية مبطنة بورق الزبدة. بسم الله، هذه أول طبقة حتكون، اللي هي الدقيق والسكر والزبدة. هبدأ أخلطهم تمام. كده خلاص خلطتها تمام. دحين هذا الخليط هحطه في الصينية المبطنة بورق الزبدة. كبست الدقيق والسكر في الصينية تمام، كبستها تمام، ودحين هدخلها الفرن لمدة ربع ساعة. الطبقة الثانية حتكون عبارة عن 3 كوب عسل، علبة حليب مكثف محلى، أصبع زبدة، وعندي هنا سكر بني حاخد منها ملعقة، وممكن سكر عادي. حطها في طاوة وأقلبها على نار هادية إلين تتجانس وتبدأ تدخن. دخلتها الفرن على درجة حرارة هادية، تقريبا 160. حخليها ربع ساعة. طاوة، حطيت علبة حليب نسلة، وهذا 3 كوب عسل. عندي هنا ملعقة سكر بني، وعندي أصبع الزبدة. هخلطهم سوا لين يتجانسوا. في التقليب لين يصير لونه كده غامق ويتجانس أكثر. يدخن شوية. هخليه يغمق شوية. كده خلاص غمقت وتخلت شوية. دحين ايش هسوي؟ هصبها في الصينية فوق الطبقة الأولى. هذه الطبقة الأولى أنا دخلتها الفرن لمدة ربع ساعة. دحين بسم الله هصبها هنا. هذه عندي الصينية بعد ما حطيت الطبقة الثانية النسلة والعسل. دحين حضيف الطبقة الثالثة اللي هي الشوكولاتة، أي نوع شوكولاتة عندك. أنا عندي هنا 250 جرام ده النوع من الشوكولاتة. إذا أنت تبي تستخدمي نوع ثاني، جالكسي أو أي ماركة ثانية، المهم يكون شوكولاتة سادة، عادي استخدميه. إما تحطيه في حمام مائي، وإما تحطيه في زبدية على الميكرويف. دخليها الميكرويف. دخلت الشوكولاتة في الميكرويف، هشغل عليها وأراقبها. الحين أنا براقبها، أول ما أشوفها تبدأ تذوب شوية كده أطلعها وأقلبها بالملعقة السيليكون. خرجتها من الميكرويف، دحين هقلبها. خليتها في الميكرويف لمدة دقيقة، هقلب تمام، يعني أرجع أدخلها تاني. هكررها مرتين أو ثلاثة على حسب ما أشوف مناسب. الواضح عندي انه تقريبا داب، فحكررها كمان مرة. نخليها نص دقيقة، كمان 30 ثانية. خليتها في الميكرويف، خلاص كده صارت جاهزة. هي حارة، حصبها هنا كطبقة ثالثة، اوزعها تمام، وبعد كده ابردها في الثلاجة. نوزعها بخفة وأساوي هالوش وبس. كده صينيتنا صارت جاهزة. هدخلها الثلاجة، هسيبها أول شيء كده تبرد برا، تهدى حرارتها وتصير بدرجة حرارة الغرفة. بعدين أدخلها الثلاجة وخليها 4-6 ساعات لين تجمد تمام، وبعد كده قطعيها وبالعافية. بسم الله، حبدأ أقطعها بعد ما جمدت في الثلاجة.
كده صار الحلى جاهز. تسلم يدي وتسلم اياديكم اللي حتطبق وحتسعدني.